بسم الله. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن العمليات الحسابية والمنطقية، وزي ما احنا متعودين تفاصيل لغة الاردوينو بنلاقيها في الموقع الرسمي الاردوينو، موقع arduino.cc. لو جينا كده على الموقع الرسمي على resources reference هنوصل لتفاصيل لغة الاردوينو. النهاردة هنلاقي العمليات الحسابية والمنطقية في الجزء بتاع الستركشر. هنبدأ بالعمليات الحسابية. لو اتكلمنا مثلا عن الجمع وشوفنا مثال على الجمع كده، لو عرفنا مثلا a equal 5 b equal 10 as integer variables c integer variable equal 0 وقلت c equal a plus b، فهيجمع ال a على ال b integer على integer ويحط الناتج integer. طيب لو جينا هنا، جمعنا، انا معرف الاي فلوت والبي فلوت والسي انتجر. لو جمعت 6.6 زائد 5.5 الناتج 12.1 بس السي انتجر، يبقى اذا الناتج هيبقى 12 بس انتجر ثاني. تمام، نفس الكلام على الطرح، نفس الكلام بالضبط على الطرح، بس بدل طرح جمع، نفس الطريقة ونفس الكلام على أنواع الفاريبلز. طيب نيجي على الضرب. الضرب برضو بيتكتب بالطريقة دي، بعرف فاريبل وفاريبل وفاريبل وقول واحد منهم يساوي ضرب الاثنين، وبراعي الانتجر لو المضروبين انتجر والناتج انتجر، خلاص، أو لو المضروبين فلوت والناتج ايه والناتج انتجر. يعني لو المضروبين فلوت والناتج انتجر وبصينا مثلا قلنا 5.5 ضرب 6.6 الكلام ده هيساوي 5.5 ضرب 6.6 الكلام ده هيساوي 36.3، ولكن انا معرف السي از ايه از انتجر، يبقى الناتج هيبقى 36 مش 36 وايه و3.10. جميل كده، جميل. طيب نيجي بعد كده على الحاجة بقى الحلوة هنا، او الحاجة اللي فيها اختلاف شوية هنا، هو الديفيجن والريميندر. الديفيجن ده هو ناتج الاسم الصحيح، الريميندر ده هو باقي الاسم الصحيح. مثال قلت 9/4، 9 فيها 4 و4 و1، يعني 2 4 و1، يعني ناتج اسم 9/4 اللي هو الديفيجن ده، خلاص، هيبقى كام؟ ناتج اسم 9/4 هو 2، باقي اسم 9/4 هو 1. نشوف مثال كده في الموقع. لو جينا هنا قلنا له هنا ال A ب50 وال B ب10، ال C A على B 50/10 فيها كام؟ فيها 5. جميل جدا. طب ال A ب55.6 والبي ب6.6 نعملها 55.5 على 6.6 كام ده هيساوي؟ طبعا يعني سواء بقى في كسر او مفيش كسر، هو باقي الاسم دايما صحيح، باقي الاسم هيبقى تمام. طيب نشوف ناتج الاسم، ناتج الاسم باقي الاسم، ناتج الاسم وباقي الاسم. لو عندي هنا بص بقى، لو عندي 7/5، 7 فيها 5 وبقى 2 يبقى الناتج 2، 9/5 فيها 5 وبقى 4، 5/4/5 الباقي كله 4 لان يعني مفيش، وهكذا. يعني من الاخر الحته دي القسمه وباقي القسمه، ان ده ناتج القسمه الصحيح وده باقي القسمه الصحيح. وادانا عليها مثال اللي هو اسم 9/5/4 فيها 2، باقي اسم 9/4 فيها كام؟ فيها 1. واخيرا اللي هي الاساينمنت اوبريتور او علامه اليساوي دي، من الاخر اي حاجه بحطها على يمينها بتتنقل في الحاجه اللي على شمالها. مثلا لو قلت لك a equal 5 بعد السطر ده في الكود،
ال variable اللي اسمه ايه هيبقى جواه قيمة الايه القيمة اللي كانت موجودة على اليمين ال 5 هتتحط في الايه في الايه. قلت لك مثلا a equal b plus c هيجمع هنا قيمة ال b وال c مع بعض ويحطهم في الايه في الايه وهكذا. نيجي بقى على العمليات المنطقية، دي مهمة جدا وبنستخدمها كتير. زي ايه مثلا؟ زي ال and. ال and ببساطة بتتكتب بالشكل ده، مثلا if digital read of 2 equal equal high and digital read of 3 equal equal high. خلاص. امتى بتبقى الجملة دي true؟ لو ده اتحقق وده اتحقق، الاثنين لازم الاثنين اتحققوا، ده وده. خلاص لو ده وده اتحققوا بينفذ الامر اللي بعده، ده وده ما اتحققوش او واحد منهم ما اتحققش خلاص، كأن ايه الناتج بتاع القوس ده فولس، فمش بيعمل ايه مش بيعمل اللي بعده. نيجي نشوف الاور. الاور مختلفة عن الاند. ليه بقى؟ لان بقول اف اكس اكبر من زيرو او واي اكبر من زيرو، يا ده يا ده. الحالة الوحيدة ان تكون فولس ان لا ده ولا ده يتحقق، لكن لو واحد منهم او الاثنين اتحققوا خلاص كده القوس ده اتحقق وبقى ترو واقدر انفذ اللي بعده. نيجي نشوف اللوجيكال نوت. اللوجيكال نوت ده بيبقى ترو لما بيبقى الاوبرنت بتاعه فولس، يعني بيعكس الحاجة. انا يعني اكس دي كانت زيرو قلت نوت اكس، اف نوت اكس يبقى الاك، يعني اف نوت اكس يبقى نوت اكس 1 او ترو. ليه؟ لان الاكس كانت فولس او زيرو. خلاص. فده بيعكس نوت بيعكس الحالة من ترو لفولس او من فولس لترو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. دمتم في حفظ الله.